شكرا شكرا وفضلكم تحية كبار للأساتذة الفرقة الموسيقية برحمة بكم بتوشيات غريب ومشي غريب أنه نشوفكم في كل مرة وجهكم تنور المسرح الوطني الجزائري في كل موعد مع الجمعية الفنية الثقافية الألفية الثالثة في كل أمسية شهر نلتقي من أجل تكريم اسم من الأسماء الكبيرة التي قدمت للفن الجزائري اسم أو أكثر ومشي غريب على الفنان سيد علي بن سالم فلكم عطونا تحية كبيرة عليه دائماً نتفكر الأسماء الفنية الكبيرة قبل ما نرحب أكيد بالمكرمين هذا المساء اسمحوا لي أن أرحب بكل السيدات والسادة الأساتذة من أهل الثقافة والفن أكيد احنا نذكر كل واحد باسمه وبمقامه نرحب بكل العائلات الحاضرة معنا والشباب حتى الأطفال شكرا للأسرة الإعلامية الدائما حاضرة لتغطية فعاليات نشاطات الجمعية الفنية الثقافية الألفية الثالثة دائما برعاية من الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تجرى فعاليات هذه الأمسيات التكريمية دائما بمساهمة المسرح الوطني الجزائري محي الدين بشترزي ومساهمة وعجاج تحية كبيرة عليه القامة والسلام وكذلك الشيخ عبد الرحمن القبلي على إقاعات الزمرة سنستقبل الفنانين المكرمين هذا المساء هنا بالمسرح الوطني الجزائري محي الدين بشترزي مع الجمعية الشيخ عبد الرحمن القبلي بفضلكم نقف جميعا لاستقبال الفنان القدير الشيخ معزوز بوعجاج والفنان القدير الشيخ عبد الرحمن القبلي هكذا نستقبل الانتباه نستقبل الفنان القدير
Thank you.
Thank you.
Thank you.
البداية وما زال.
Oh.
اللي نعيد اليوم يستمر في هذا الزعبية في تشكيلتي
حميد شردون ممثلا عن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاوره. تحيه كبيره من فضلكم. ونحن نكرم في هذه الاثناء الشيخ محزوز بوعجاج الذي كتب اسمه بالذهب في سجل الشخصيات الفنيه البارزه التي اعطت للثقافه الموسيقيه المصريه معناها وبعدها الوطني. والشيخ معزوز بوعجاج الذي عرف منذ سن مبكرة كيف يستثمر في معارفه في قوم الشعرية والأعمال الموسيقية التحديدية. يتفضل معنا الأستاذ الموسوعة والباحث عبد القادر بن دعماش المدير العام للوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي ليساهم معنا في تكريم الشيخ معزوز بوعجاج. سي عبد القادر بن دعماش يتفضل. وهو الذي قال في عديد المقالات عن مسيرة بوعجاج معزوز أنه من مواليد 16 جانفي 1935 اكتسب ذلك الذوق الفني رفقة عائلته ورفاقه في مسقط رأسي أكيد بمزدغن. يتفضل معنا الفنان مصطفى عياد للمساهمة في تكريم الفنان القدير الشيخ معزوز بوعجاج. تحت تحياتكم دائما سيداتي سادتي. أذكر أن الشيخ معزوز بوعجاج كغيره من رجال هذا الوطن انضم إلى النضال إبان الثورة التحريرية وبعد الاستقلال كون فرقته الموسيقية. تتفضل معنا الفنانة المحبوبة والقديرة نوال زعتر للمشاركة معنا في تكريم الفنان معزوز بوعجاج ابن مدينة مستغانم، حيث خلال مسيرته الفنية الطويلة أعطى الشيخ كل ما عنده من أجل التجسيد المثالي لنصوص التراث الشعبي، وكان دائما الحكواتي المتميز للحقبة المعاصرة في خدمة الفن الجزائري. يتفضل الإعلامي بقناة الشروق لطفي عيشوني وفي التلفزيون الجزائري سابقا للمساهمة معنا في تكريم الشيخ معزوز بوعجاج. تحت تحياتكم دائما وجوه فنية تمثيلية وإعلامية تحضر معنا خلال هذا التكريم. ويتفضل معنا قامة من قامات الفن عبد القادر شرشام حاضر معنا. يتفضل استاذنا للمشاركة في تكريم معزوز بوعجاج. كذلك الفنان عبد القادر شرشام قدم الكثير لأغنية الشعب. يعطونا تحية كبيرة ليه يلتحق بنا بعد لحظات. يقدم هدية تكريمية للفنان ورفيق الدرب والصديق معزوز بوعجاج. صورة لذكرى لأهل الصحافة والإعلام. ويتفضل معنا الحاج محمد كركاش يتفضل جاء خصيصا ليقدم باقة من الورود للفنان القدير معزوز بوعجاج. وتتفضل معنا ملاك أحلام لتقديم كذلك باقة أخرى من الورود مقدمة من طرف الجمعية الفنية الثقافية الألفية الثالثة والديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والمسرح الوطني الجزائري محي الدين بشترسي. نطلب من السيدات والسادة يبقوا معنا على المنصة قبل ما نمر إلى تكريم الأستاذ الشيخ عبد الرحمن القبي. ناخذ كلمة شيخنا معزوز بوعجاج كلمة بمناسبة هذا التكريم. بفضلك شيخنا. على كل حال نشكر هذه الجمعية الفنية الألفية الثالثة اللي قامت بهذا الشيء.
ونشكر كذلك لوفيس ناسيونال دي دروغ دوتور روندا ونشكر كذلك المضرمين والجوك ونشكر كذلك الجمهور اللي راح حاضر معنا ونشكر كذلك لا ديريكسيون دو تي ان لي كوميديان لي كوميديان ونشكر كل من ساهم في هذا الحفل التكريمي وشكرا. تفضل معنا كذلك الفنان كمال بوعكاز يتفضل معنا للمساهمة في تكريم الشيخ عبد الرحمن القبي والسيدة ليلى هي لابسة الحي. إذا تحب تجي تعمل معنا صورة للذكرى تفضلي معنا. أطول تمنى لها وتحية كبيرة هكذا باش تكون الصورة الجزائرية. وكذلك يتفضل معنا الفنان جمال زياني يتفضل معنا المطرب جمال زياني يتفضل معنا. يلا ناخذوا صورة ونذكروا كل الحضور أن الحفل ما زال متواصل. طلبوا من فرقتنا الموسيقية تلتحق بنا لأنه نحن وصلوا هاد التكريمات. يلا ناخذوا صورة للذكرى لأهل الصحافة والإعلام وتحية كبيرة من فضلكم لكل هذه الوجوه الفنية الحاضرة معنا. أسماء أكيد كبيرة تشارك في So I'm a fool, I'm a fool, I'm a fool, I'm a fool.
Je vais
لحد الغنى أدبي
القرآن يا الوالدين جهل عدنان
ان شاء الله طريقك الجنة نطلب رب الاعلى ويغفر والله ما ينام